اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حبايب قلب مرفت، وحشتوني كتير كتير. بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، والله العظيم يعني نفسيتي تعبانة جدا، والحمد لله والشكر لله. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. اللي أول مرة يمر عليه الفيديو والقناة يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك، وجزاكم الله كل خير. النهارده بقى هنعمل سمك، هنعمل غدوة سمك كده ورز صيادية. احنا طبعا طالعين من رمضان، الاوزان مش عايزة اقول لكم صعبة جدا، وانا كمان تعبانة يعني، عاملة عملية في ظهري، عمليتين يعني، بس ايه وزني زاد، فعايزة ايه يعني شوية كده بحاول يعني، ربنا يكرمني ان شاء الله والوزن الزايد ده ينزل ان شاء الله. بنجيب السمك بنغسله كويس جدا، اللي عايز يفتح السمك ويحشيه او مش عاوز بالردة كده، شايفين انا غسلته وحطيته في الردة وهو كده تحت الشواية. يعني الشواية عايزة اقول لكم بتعمل، بتشوي السمك وبتخليه في منتهى الجمال، ولا ناشف ولا جاي من عند الراجل معجن، بيبقى كده هاريينه كده ومعجنين فيه، وما بيبقاش لطيف خالص، ما بتبقيش ضامنه انه اتغسل كويس او لا. انت بتجيبيه بتغسليه كويس في بيتك وبتنضفيه، وعايزه تفتحي بطنه وتشيلي اللي فيه وتحشيه بصل وفلفل وكمون وكزبره وتوم براحتك خالص، وشويه كزبره خضراء لو بتحبي. احنا بنحب السمك مشوي مقفول زي بورسعيد والاسكندرانية والناس دي. المهم بقى عايزة اقول لكم جربوا تشوفوا في الشواية كده تحت الشواية في الفرن في منتهى الجمال. بصوا تعالوا بقى، انا حطيت البصل عشان نعمل شوية رز بالصيادية، عايزة اقول لكم اخر جمال. تعالوا بقى على ما البصل يتحمر، انا حطيت بس البصل والزيت. تعالوا بقى نجيب هريسة من اللي بنبقى شايلينها في الفريزر ديت، فلفل على توم على كمون على كزبرة ناشفة، الهريسة اللي كلنا عارفينها، الخلطة الجميلة دي. هعمل ايه؟ هزود بس معلقة كمون، هزود الملح حسب كمية السمك، هزود ليمون وهزود مية. اول ما السمك يطلع من الفرن سخن كده ينزل في الخلطة الجميلة دي شوية خلطة، عايزة اقول لكم بيخلوا طعم السمك حاجة كده خيال يعني. ماشي، هريسة او عندك فلفل تروحي ضربه على طول في الكبة، وتوم وكزبرة ناشفة وكمون وملح وليمون وخل، وتروحي حاطة عليهم شوية مية وتعملي. لو مش عندك هريسة جاهزة في الفريزر، بصوا السمك طلع من الفريزر، من الفريزر ايه، من تحت الشواية، عايزة اقول لكم خطير، ولا دخانة ولا كأنك حاطة حاجة في الفرن اساسا. تمام، غير كده الراجل بيشويه غالي جدا يعني، احنا ربنا يعافينا يا رب ويعدي الفترة دي على خير. كل حاجة غليت جدا، والسمك اللي كان يعني شايفين شكله حلو ازاي، كانت الناس اللي هم يعني لما منحبش نصرف او نحب نوفر شوية نعمل سمك نجيب سمك. دلوقتي السمك بقى اسعاره صعبة جدا، ربنا يلطف بينا. يعني السمك ده ب45 جنيه. تمام، هنعمله بقى كده، هنوفر كمان تمن الشوي، يعني سعر الشوي غالي جدا، وطبعا حسب المكان اللي احنا فيه. يعني انا بقالي سنين الحمد لله بشوي كده تحت شوي، والله قبليها كنت سمعت ان هما ب6 جنيه الكيلو. خلاص، فنشوي في البيت ونوفر وننضف وهنريح الدنيا. معانا بقى البصل احمر بالطريقة دي، حطيت مكعبين مرقة، معلقة قرفة صغيرة، معلقة كمون صغيرة، وحطيت ملح وحطيتهم كده، وحطيت شوية مية علشان البصل يطرى ويطلع طعمه ولونه ويدوب كده، وزودت بقى قعد الرز. الرز طبعا عندي كل اللي بيسمعني يعني، ده لو في حد يعني الحمد لله عارفين انا بنقع الرز، وان نقعان الرز بيدي نتيجة حلوة جدا جدا في تسوية الرز، وقد ايه بيستوي بسرعة، قد ايه بيبقى جميل، الحباية بحبتها كده ما بياخدش وقت. بس اهم حاجة بقى خلاص احنا هنحطه على النار، ما كشفش عليه، اول ما ابتدى يغلي نقلته على العين الصغيرة، ما كشفش عليه بقى ولا قلبه خالص غير بعد مثلا ربع ساعة. تمام، هتلاقيه بالطريقة دي، بصي مفلفل وجميل وبيستوي بسرعة جدا. وبعد كده بصي انا فاضل دقيقتين ولا حاجة وخلاص هغرفه.
تمام. الاكل جميل طبعا، ما عملناش طحينه بقى علشان زي ما قلت لكم كده، هناخد يعني شويه سلطه محترمين كده على 3 4 معالق رز على سمكيه مشويه. السمك المشوي صحي جدا وجميل وبيبقى حلو، وكمان بيساعد على ايه، ان احنا نعمل ريجيم ونكون كلنا كده وجبه حلوه وشبعنا يعني. الحمد لله والشكر لله. عايزه اقول لكم الاكل كان في منتهى الجمال. بصوا البوتاجاز نظيف خالص، هعمل بس ايه، اصبنه تصبينه خفيفه كده وخلاص. ايه بصي، ولا قلي بقى ولا طرطشه زيت. هو طبعا السمك المقلي جميل وكل حاجه، بس مش صحي. إيه الصحي بقى؟ هو المشوي ده. وكمان اللي عايز يعمل رجيم يعني ما ياكلش سمك مقلي، ياكل السمك مشوي. تمام، خلصنا كده وننظف المطبخ بسرعه بسرعه كده. عايزه اقول لكم الدنيا رايقه مش مكركبه، بس السمك اتغسل واتشوى في الفرن كده على طول تحت الشوايه، والطبقين الغدا مكان، وحله الرز وخلاص على كده. الصينيه طبعا فضيت السمك وغسلتها على طول. فاضل بقى المواعين بتاعت الغدا مش كتير، ونصبن كل حاجه كده علشان الزفاره، وبعد كده نرش اي معطر ولا حاجه، ولا نحط بخور علشان ريحه السمك. تمام، نغسل بقى المواعين. عايزه اقول لكم والله العظيم انا نفسيتي تعبانه جدا من القناه والمشاهدات. طبعا يعني لو دورتوا كده هتلاقوا المشاهدات صعبه وقليله، ولا بقى لايكات ولا اشتراكات ولا مشاهدات. ده اللي تعب نفسيتي بقى يعني، مخليني والله مش ماليش نفس اعمل فيديوهات. يعني انا بصور وبعمل وبحط الفيديو ما بلاقيش عليه اي تفاعل، فده اللي مخليني ايه، نفسي قافله شويه من ناحيه القناه. والله العظيم يعني انا مش عامله القناه دي يعني رفاهيه او تسالي، لا بجد محتاجه الدعم، وبجد محتاجه يعني انها تجيب تدخل لي قرش، علشان ظروفي الحمد لله والشكر لله يعني ربنا هو اللي يعلم بيها. فاللي بيشترك او يعمل لايك او يعمل مشاهدة والله العظيم بيعمل خير كبير جدا، بس هو ما بيعرفش يعني انا قد ايه انا بدعي للي بيشاهد، وقد ايه انا بدعي للي بيعمل لي لايك. او بلاقي حد مشترك في القناة بدعي له قد ايه، بس بجد بجد يعني الحمد لله والشكر لله. ربنا يعافينا كده يا رب، واطلع بس من الحالة اللي انا فيها، واحاول اهتم اكتر بس الاقي دعم. خلاص كده احنا المواعين خلاص بتخلص اهو. بصوا المواعين كمان قليله علشان اريح اكله السمك المشوي دي بصراحه، وشويه الرز كده بسرعه يعني ما بياخدش وقت، واكل جميل وشبعنا والحمد لله، والاكل كان تحفه. وعايزه اقول لكم بقى اشوفكم على خير لو في نصيب، وفي ليا لسه عمري يعني. كانت معكم ميرفت من يوميات ليدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم في أمان الله. بصوا عايزة أقول لكم أحسن حاجة إن احنا نسيب مطبخنا نظيف، والبتاع الحوض نظيف كده يعني. دي بصراحة نصيحة مني ليكم، علشان الحاجة لما بتتوسخ والمواعين بتبقى رخمة جدا. يلا سلام، صلوا على النبي.